الله والحمد لله والصلاة والسلام على أفضل خلق الله على آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. جاء إعرابي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله دلني على الخير. قال: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فصرها الإعرابي على يده أربعا ثم انصرف. ثم رجع الإعرابي يضحك وضحك الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: استدرك الإعرابي. فقال له: يا رسول الله هذه لربي فماذا لي؟ قال: إنك إذا قلت سبحان الله قال الله صدقت، وإذا قلت الحمد لله قال الله صدقت، وإذا قلت لا إله إلا الله قال الله صدقت، وإذا قلت الله أكبر قال الله صدقت، ثم قل اللهم اغفر لي فيقول الله فعلت، اللهم ارحمني فيقول الله فعلت، اللهم ارزقني فيقول الله فعلت. فصرهن الإعرابي على يده سبعة يضحك بهما. إخواني، دعاء ذكر ودعاء واستجابة وعمل عظيم في أقل من ثانية، لا تنسوها: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم ارزقني، اللهم اغفر لي وإياكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوتي، في صحيح مسلم يقول عليه الصلاة والسلام: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت إليه الشمس. انشروه، أمانة في عناتكم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أسأل الله بمنه وكرمه وجوده، أسأل الله جل في علاه أن يسعدكم سعادة لا شقاء بعدها. أخواني الغالين، لو نبي نبني بيت في هذه الدنيا، بيت العمر، ماذا نفعل؟ نبيع ما ورانا وما قدامنا، نبيع ما نملك من سيارات، من ذهب، زوجات، كل ما نملك علشان نرتاح ونبني بيت في هذه الدنيا. إيش رأيك يا حبيبي الغالي ترتاح وتبني بيت في جنات عرضها السماوات والأرض؟ والله ما تأخذ عليك يا أخي الغالي 5 دقائق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال قل هو الله واحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد، من قالها في اليوم 10 مرات بني له بيتا في الجنة. الله أكبر يا حبيبي الغالي، قل هو الله واحد، قولها الآن، يا من تسمعني الآن تقولها 10 مرات يبنى لك بيتا في الجنة. فما بالك تبني بيتا لك في الجنة وتحب لأخوك كما تحب لنفسك وتخليهم يبنون لهم بيوتهم في الجنة وتعاون على البر والتقوى؟ والله يا أخي الغالي إنها ما تأخذ عليك 5 دقائق. اقهر الشيطان وارض الرحمن وكررها الآن. أسألك بالله يا من تناظرني، أسألك بالواحد الأحد جل في علاه، فاجئ أخوانك الآن اللي على الجوالات، ارسل لهم هذا المقطع، فاجئهم، خلهم يكررون هذه الآية. أسأل الله أن يوفقكم وأن يشرح صدوركم وأن يغفر ذنوبكم وأن يجمع